إذن السلام عليكم. في الدرس اليوم نتعلم نحسب ونشوف ما يسمى بعملية الجمع. الجمع اللغة الفرنسية كنسميوه أديسيون. دونك عملية الجمع هي العملية اللي كتسمعوها ديما فاش كنقول لكم ديروا لي واحد زائد واحد. بزاف فيكم عارفين الجواب. الجواب هو طبيعة الحال اثنان. هاد اثنان كيفاش كنديروا ليها؟ باش كنقول لكم واحد، تخيلوا معايا واحد الفاكهه باغ اكزومبل، نقولوا وين تفاح، نديرها بالحمر الصراحه، تفاحه هي التفاحه الاولى عندي هنايا، وهنا عندي التفاحه الثانيه. اذا تفاحه زائد تفاحه كيعطيني جوج تفاحات، اثنان. واحد زائد واحد هي اثنان. دابا نطلب منكم عملية اخرى، عملوا لي ثلاثة زائد اربعة. نفس الحاجة هنديروها، ثلاثة ادخلوا معايا ثلاثة تفاحات، تفاحة الاولى، تفاحة الثانية، وتفاحة الثالثة. واربعة ادخلوا معايا اربعة ديال التفاحات، الاولى، الثانية، الثالثة، والرابعة. دابا باش نقول لكم جمعوهم ليا كنعني شحال من تفاحه عندي، يعني ثلاثه هنا وعندي اربعه هنا. اذا في الكل شحال عندي من تفاحه؟ هاي الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، والسابعه. اذا ثلاثه زائد اربعه هي سبعه. كاين طريقه اخرى كنسميوها طريقه الخشيبات. الخشيبات اش كنديروا فيها؟ كنسطر واحد السطر طويل باللون الاسود ياكم، وفي السطر الطويل كنعبروا على كل رقم بخشيبه. الرقم الاول هو زيرو، موراه نديروا واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشره. انا نقدروا نزيدوا اكثر من عشره، نديروا على سبيل المثال 11، 12، 12، 13، 13. نحسو هنايا. دابا قلت لكم ديروا لي 3 زائد 4، كيفاش كنعملوا؟ كنشدوا 3 كنديروا بها واحد لو بوين بالليموني، وكنحسبوا 4 الخطوات من 3. هي وحده، هي الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه، الخطوه الرابعه. كنسنتجوا ان 3 زائد 4 هي 7. العمليه الحسابيه اللي عندي قدامي. دابا نديروا مثال اخر صعيب شويه على المثال الاول، حيت هندوزو لجوج ارقام في بلاصه رقم واحد. المثال الثاني، 7 زائد 8 شحال كتساوي؟ نقدروا نديرو عاوتاني بالتفاحات، ولكن كنفضل نعلمكم طريقه الحساب بالخشيبات، ودائما كنستعملو السطر الاسود. اذا في السطر الاسود كنبداو ديما بالزيرو، زيرو، واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. 7 زائد 8 دونك 7، غنديرو فيها واحد النقيطة بالليمونية عاوتاني، ونحسبو 8 الخطوات من 7. الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، والثامنة. في الخطوة الثامنة كنوصلو للرقم 15. إذا 7 زائد 8 هي 15. نطلب منكم دابا سؤال ثاني، نديرو لي شحال 8 زائد 7؟ إذا 8 هي نحطو فيها هاد المرة، نحطو فيها الرمز، نقولو الأزرق، نحطو فيها الرمز بالزرق، ونحسبو 7 خطوات من 8. 1، 2، 3، 4، 5، 6، و 7. في الأخر كنلقاو هي 15. دونك 8 زائد 7 هي 7 زائد 8 وهي 15. دونك كنتو في الدرس الاول تاعكم عملية الجمع مع كازاكو.com. كنتمنى ان هذا الدرس نال الاعجاب تاعكم، والى حلقة قادمة ان شاء الله.